نائب الكاتب الوطني الاتحاد الوطني السابق وزراء المغرب منذ تأثيره الاتحاد عام مقاول شعبيه هذا الاحتجاج الى دواء الاخوان قدام محكمة ابتدائية وكذلك قدام ولاية جهة الدار بيضاء 16 على اساس الاحكام اللي تنفذت على الاخوان ديالنا المستغلين اللي سالوا لهم العقود النموذجية والوصفية وما ردوش ذوك الكريمة لمواليهم وحكموا عليهم ديك 100 درهم ولا 200 درهم كل يوم كاين تجمعات عليه 20 مليون 16 مليون 17 مليون للاسف كاين مذكرات وزاريه اللي كتقول لي عنده اللي تيخلص الكرادي واحد المقدونية راه ما خصهاش تحيد ليه. تواصلتوا مع الداخليه؟ نعم تواصلتوا مع الداخليه؟ لا الداخليه كتعطي مذكرات كاين مذكره 61 اللي كتخلي ذاك المستغل اللي بقى يخلص الكرا ويبقى مستغل هذيك المقدونيه لان هذا السيد اللي تيبغي يحيد على ذاك المستغل كيبغي يعاود يكريها 50000 ريال اللي ياخذ الحلاوه ديال 40 مليون علاش هو باغي يحيدها لي وصلها هو ياخذ هذا الشيء بعين الاعتبار لان تتشرد بزاف ديال الناس كاينه الجريمه اللي خدامه على بزاف ديال الناس فيها ذاك المستغل فيها جوج شيفورات فيها الغسال فيها ميكانيسيان فيها طولي فيها بزاف ديال الحوايج فيها تأمين اذا كاين بزاف ديال الناس اللي عايشين من هذه الدنيا يعني ما بدون تماطل كنفاجئوا بانهم كديهم احكام وكديهم احكام بواحد المبالغ اللي باهظه ديال 17 مليون 16 مليون 20 مليون وكاين 52 ملف كنعرفوا بان المذكره الوزاريه اللي هي رقم 61 كتقول بان غير ما يكون تماطل وانت راك مستافد من الكراء ديال السياره من بعد كتجينا الاحكام اللي هو 52 ملف ماشي سهله راسلنا الجهات المسؤوله كتقول لك الجهات المسؤوله بان الاحكام بوحدها ووزاره الداخليه بوحدها يعني المذكره الوزاريه اللي هي 61 ما كتعترفش بها المحاكم ديال المغرب وهذا يعني راه سب علينا احنا كمغاربه لان المذكره خارجه من وزاره اللي هي وزاره الام وما كتعترفش بها وزاره العدل كنتمناو من الله بس يتخاد الملف حقيقي لان الغريب الامر كيجي العون قضائي كيبغي يحجز على السيارات ديال الاخوان بس قلنا لي شكون اللي غادي يشري هذا الحجز كيقول لك انا اللي غنشري وانا اللي غادي نبيعه في الملك وفي الشارع العام يعني كنفاجئوا لهذا الشيء يعني ولا دخلنا فيه احنا الشك هذا هو اللي كاين وشكرنا الاخوان احنا كنتمناو من الله سبحانه وتعالى بان الوكيل جلاله الملك ورئيسة المحكمة ياخذوا بعين اعتبار السائقين لانهم كيخلصوا والمذكرة 61 كتقول خلص بدون تماطل راهو الكريمة راه ماشي ديالو لانه هي الكريمة ماشي ديالو الكريمة ديال الولاية ما كتملكش وهاد الناس رفعوا دعوة يعني سبحان حاجة الملك ديالهم سبحان الله ما عرفناش فين غادي نبداو يعني هاد السيارات كتحجز وتتباع في مزاد علالي ما كنا كانت كتباع مزاد علالي الطاكسي في خطر الطاكسي في خطر الطاكسي في خطر الطاكسي في خطر والمهنة 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 عبد الحق مؤمن سائق مهني منذ 22 سنة وحنا في هذه المهنة وكنعانيو الويلات خاص اللي دابا كنشوفوا السحب والحجز على المنازل ديالهم تصور دابا مون تاكسي محكوم ب 16 مليون ملف محكوم ب 16 مليون تلقى مون تاكسي ما عنده حتى العشاء حاكمين عليه ب 16 مليون وبالسيارة ديالو الا مشات ليه السيارة ومشات ليه الدار راه ما بقى ليه ما يبدا هذا مون تاكسي ودابا يلاه المناسبات تيدوزو ديال المدرسة وراه كنعرفو جميع داكشي اللي تي على مون تاكسي فهذا حنا كنستنكرو هاد الحجز وهاد على السيارات وعلى المنازل ديال الاخوان ديالنا وكان في سنة 2013 علمونا ديال احمد باسو ثلاث ايام وحنا في بني ملال وتنتمنى من جميع السائقين اللي في ربوع المملكه يجتمعوا ونديروا واحد الوقفه جهاديه في الدار البيضاء.
2013 بني ملال، ودابا غادي نديروها ان شاء الله في الدار البيضاء، لان هذا الرخاص صافي ما بقاش فيهم العيش. سيدنا الله ينصرو تيعطى هبه ملكيه باش ما يدوز ما بين الكاري والمكشاري، الا ولينا غادي نحجزوا ليه الدار ونحجزوا ليه السياره، هو ربما 20 عام هو تيعطي 50000 ريال في الشهر. الا جينا نحسبوا هذيك 50000 ريال في الشهر المده ديال 20 عام راه ميزانيه. ومونطاكسي دابا عنده السكر، عنده الكلاوي، عنده العينين، وما عندوش استفاده، ما عندوش استفاده. فلهذا كناشدوا الجهاز القضائي باش وكنعرفوا، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. ما نحيش لهذا ونعطي لهذا. وتحيه للاخوان. احنا متضررين، احنا جينا لهذه المحكمه هنا باش نوضحوا لها بان هذه الاحكام اللي كتحكم فيها راه ماشي قانونيه. علاش ماشي قانونيه؟ لان الكريمه امتياز ماشي ملك، والامتياز ما كيكونش عليه التقاضي. الامتياز كيعطيو للشخص يستافد منه، ولا نض عليه الصداع كيسحبوه. اذا في الظاهر ديال 63 كيقول لك ان هذه المأذونيه ذات صبغه شخصيه غير قابله للتفويت ولا للبيع ولا للكراء ولا للشراء، سواء بالمجان او بالمقابل. وكاين الفصل 7 اللي كيعطي الصلاحيه للسيد العامل باش يسحبها وقت ما بغى. اذا ومادام امتياز ماشي ديالو، نهار كيبغي يكريه كياخذ حق الاستغلال من عند الوالي، كيجلزي واحد الورقه كيقول انا فلان كنطلب من السيد الوالي باش يسمح لي نكري هذه الكريمه لهذا السيد. هذا كيتسمى حق تفويض الاستغلال، ياك؟ إذا ملي بغي يدعى عليها اش خصو؟ خصو حق التقاضي. إذا هنا حتى المحكمة كما هذاك ما كرا ليه تطلب تفويض ديال الاستغلال، هنا في المحكمة مادام تمتيز كتقول هذه ماشي ديالك، سير جيب حق تفويض حق التقاضي من عند السيد الوالي من الولاية. وكما كنعرفوا أن قانون التزامات العقود العقد شريعة المتعاقدين، هذوك الطرفين الملزمين بديك البنود اللي كاينه في العقد. هذا العقد فيه واحد البند اش كيقول؟ كيقول لك الا سال العقد وما تفاهمتوش حبيا كتمشيو للجنه تفض النزاعات. وديك الساعه ملي ما كتفاهموش فيها ذاك المحضر ديال لجنه تفض النزاعات خصك تجيبو للمحكمه وعاد تتقاضى. هاد الناس كيشدوا الاحكام بلا حق التقاضي، بلا البند ديال لجنه تفض النزاعات، وكيحكموا على السيد بفسخ العقد واسترجاع الرخصه و 100 درهم ولا 200 درهم في النهار، غرامه تهديديه. ملي كياخذ مول الكريمه داك الحكم فين كيمشي ينفذو؟ علاش ما كيمشيش عند البوليس؟ حيت ماشي ديالو، كيمشي عند مول الكريمه اللي هو الوالي، كيمشي للولايه باش ينفذو عليه. الولايه حيت ديالهم كيقول لي اما نحيدو عليكم بجوج ولا غتمشي تجدد معاه. كيعطيو للسيد قرار عاملي باش يمشي يخرج طوموبيل ويمشي يخدم. إذا ماشي هو اللي رفض، راه العمالة قالت لي سير تخدم، وديك ال 100 درهم كتبقى تتراكم. بحال دابا هذا السيد ديالنا هي وصلت 17 مليون، هو هكاري غادي يحجزوا ليه الحوايج ديال الدار غادي يبيعهم في المزاد العلني، ويحجزوا الطوموبيل تباع في المزاد العلني بجوج دريال، وخاصه هو ملزم باش يبقى يخلص الطريطه ديال الطوموبيل، و 8 مليون ديال الدعم، لأن الطوموبيل ما بقاتش 4 سنين في الطاكسي. خصو ورد 8 مليون ديال الدعم، ورد 3 مليون ديال الاكزونوراسيون، وإلا جا يهضر غيقول لي حنا وزارة المالية عطيناك رد لينا سير من نت الداخلية، وغادي يبقاو يلعبوا هكا. إذا حنا دابا هنا واقفين غير بغينا رئيس المحكمة يتصمت لينا. هذاك الامتياز ما تلقاوش الدعاوى عليه، راه كان وقف هاد الشيء في 2011 وهو رجع دابا. من 2011 لدابا 11 عام ما كاينش هذا المشكل حتى لدابا. إذا راه تبدلوا دوك الناس اللي كانوا، دابا حنا جايين كنوضحوا لهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.